Ya sakin el mi sürüyor? Evle acı tamana yazın eyletin mübarekat لمن يصلي ويسلم وزيد ويبارك علي نذم لله ولا تنذم سواه من لاذ بالمالك الجليل كفوه مالك عظيم شان فرد واحد وتر لكريم صفه جلا ثناه أسماه التي على أوصافه وتعظمت وتكدست أسماه نور محمد صلى الله عليه وسلم كل عليه معاون ومؤمن منه رواتوب لمن أرضاه أما دنيا فإذا وقعت بشدة أو قربة فدعوا لكريم وكونوا سرعياه يكشف كربك عاجلا فاهلها فلا كم وكم من حرك ان جاءوا لا اله الا الله فاتوني لها مدى الزمن ونذ به ما حباب تلاذى فيه مولاه أما دنيا من لشدائد من يهل وثكا من لنوائب والخطب سواه ملك تسبيه سماوات الأولى ولأرض ولأشجار ولأمواه وليعرش ولكرسي لمحيط بعلمي وشمس ولقمر لمنير ضياه أما دنيا وطور في جو السماء برزقه ولحوت وسط البحر ما ينساه وكذلك لوحوش المشرد في الفلك يسعي الى رزق نهوى فلاه سبحان من لا يستعين بنصير واذا لتجلى جليله كفاه نادي بصوتك يا مهيمن يا قوي يا من تعالى في علو سماه يا ربي حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا أغواه عمود بمالك وكف متضرع مستغرق مستغفر بهتواه أما دنيا فمن عليه بتوبتي مقبولة
واغفر لنا زلاتي يا رباه. ولطف بعبدك سيد أبو إبراهيم متيم ولمسلمين ومن يهل بما هو آذى. ثم صلاة على النبي وآله أظهر. ووجهك من نور لملات الطرور. أي زينة الدنيا وغاية المنى، فماذا الذي عن غصون وجهك يبصر. فسدسك كافر وربوك عنبر، وسدسك ياقوت وباقيك جوهر. أما الدنيا ورهك مسك، ثم تبك نرجس، وخلقك ريحاني وعينك مبهر. الحمص مخبر، فذلك بالعثمان والعطف انظروا. فهي صار صديق وفرق بصر، وعثم استاذ بابا حيدر. صلي وسلم عليه. وإبهامنا غير رسول الله رسول محمد، فصلى عليه لوحيد لمتكبر. شفينا رسول الله والله غافر، ودين من الأديان أعلى وأفوار أعلى. إمام كتاب الله والله كبلة نور محمد الله. والله أكبر أكبر صلوا عليه.